بشكل عام العرض بيتكلم عن الحب بشكل عام، ان احنا نعرف نبص للدنيا بقلبنا، المعنى الشمولي للحب، ودي اجمل حاجه فيه. دوري مش هينفع اقوله قوي لاني لو قلت ابقى بحرق الحدوته شويه، ولكن هو واحد من الولاد اللي هما كانوا مشاغبين وتحولوا بقوا بصوا للعالم بشكل كويس. جميله واضافه عظيمه طبعا مع مخرج كبير زي استاذ حسام السيد، نجوم كبار على راسهم عمنا ونجمنا الكبير وسعد الحجار، والعظيمه رانيا فريد شوقي واستاذه زين، طه، دنيا، اميره، آسر، كل الناس، استاذ طارق، عم حمدي، كل الناس جميله. فتبقى مبسوط لما يبقى في كواليس حلوه وكاست حلو، بتبقى مبسوط. عرض حلو ومهم مختلف، عرض ميوزيكال من A to Z، فدي حاجه عظيمه ومختلفه. عرض بيعجب كل الناس، مش بيعجب المتخصصين فقط ولا الناس العاديه فقط. العرض شمولي شويه في تواصله مع الناس، ودي اجمل حاجه، تعمل حدوته تعجب كل الناس. مسرحيه مش روميو وجولييت اولا هي نص انا احساسي كده انه بيرجع الناس للايام الحلوه، يعني الزمن الجميل. المسرحيه كلها طاقه حب، اللهم لك الحمد، فضل كبير من ربنا فعلا. نجاح الحمد لله، يعني الناس جملة اللي يقول لك أصل الجمهور عايز كده، دي جملة خادعة وكاذبة، مفيش حاجة اسمها كده. الجمهور بينتقي اللي هو عايزه، ولما بيعجبه حاجة هو اللي بيثبت حضوره وبينجح العمل ده، وده اللي حصل في مش روميو وجولييت. والله هو حلم اي ممثل يقف على خشبه المسرح القومي، لان ده اكبر مسرح على مستوى مصر كلها، يمكن يعني وقف عليه عمالقه الفن، يعني يوسف وهبي، ويعني اسماء ما نتخيلهاش يعني. فاضافه لاي نجم واي فنان لوقوف على خشبه المسرح. متعه ان انت بتسمع الكلام المقفى وحتى الكلام اللي مش مقفى، وجوه قوالب واشكال موسيقيه وغنائيه مختلفه بتثري المذاق بالنسبه للمتفرج اللي بيتفرج عليه. مش مجرد صراع درامي وحوار ما بين شخصيات، لا، ده هو بيستمتع بالالحان، بيستمتع. وده طبعا هو موجود عندنا بشكل او باخر من زمان، من ايام سيد درويش، سلمى حجازي، مرورا بديع مصابني. هو تجربه جديده بالنسبه لي وبالنسبه للمسرح المصري عموما، تجربه مش متكرره. طبعا حضرتك عارفه ان المخرج هو اللي بيختار ممثليه، فهي بالنسبه لي التجربه كانت يعني حاله شغف ان انا اشارك فيها، وكنت حريص طول الوقت على ان انا يعني اكون عند حسن ظن الاختيار ده. المسرح القومي تاريخ طبعا طويل جدا، مسرح عريق، هو اعرق مسرح في منطقه الشرق الاوسط. كل ما بنقف على خشبه المسرح بنتذكر الاساتذه العظام اللي وقفوا عليه في يوم من الايام، وده بيخلق حاله من حالات الجلال والقداسه لهذا المسرح. فكل اللي يقف على خشبه المسرح القومي هو ممثل محظوظ جدا. هو طبعا جرأة من الفنان أيمن الشيوي، لأنه فنان، إن هو يعمل في القومي اللي معروفة بأن هي بتعمل الشكسبيريات والحاجات التخينة قوي الجامدة قوي اللي فيها تمثيل كبير، إنه يعمل فيها حاجة ميوزيكال فيها رأس، المسرحية طول الوقت فيها رأس. يعني طبعا المسألة مش بس خاضعة لأنه لرغبة أو العزيمة أو لفهم مدير المسرح، كمان الميزانية. يكفي بس انه لو الواحد راح مثلا المانيا، الصين، السعوديه، اي حته، اي بلد، وقال انا بعمل عرض في الناشونال ثياتر، في المسرح القومي، حاجه كبيره، حاجه مهمه جدا. الناس تحترم جدا فكره انه المسرح القومي بتاع بلد كبيره زي مصر، دي لوحدها ليها اهميه كبيره. كمان المسرح القومي مش سهل انه اي مسرحيه تقف عليه، في ناس بتجي لنا 3 و4 مرات ويقول لنا ورا الكواليس بعد ما بنخلص، ويقول يعني يدخل يقول انا جاي تاني، انا جيت دي رابع مره بس هاجي تاني يعني. فدي حاجه طبعا مش مسبوقه، ما حصلتش كتير.